وإلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات ليلية متتالية على مناطق في البقاع وجنوب لبنان. وفي المقابل أطلق حزب الله دفعات صاروخية جديدة دوت على أثرها صافرات الإنذار في مدن وبلدات عدة جنوب حيفا. في مدرسة شفيق سعيد الرسمية في العاصمة بيروت يستقبلك أبو علي بوجه يعكس حياة تغيرت بين ليلة وضحاها. بالمدارس هيدي حال الفقراء، تفضلوا شوفوا هذا المنزل، هذا المنزل اللي قاعدين فيه، تفضلوا. فهو الذي نزح من جنوب لبنان يتحدث بحرقة عن معاناته، آملاً أن يجد من يصغي إليه برحمة أو يمد له يد العون لعله يعود قريباً إلى بيته وأرضه. نزحت من جنوب، الصاروخ نزل عني بعيد 100 متر، 100 متر، ما لحقت، طلعت البيت اللي حب مني نزل. يعني طلعنا بفيلم أكشن، حدا يكون عم يحضر فيلم أكشن؟ فيلم أكشن فعلاً فعلاً. يعني الرعب اللي تعبناه بعده لهلا اعصابي اني تلفاني، عم باخذ مهدي اعصاب. اول شيء رزقي، بيتي، اهلي تحت القصف فوق بالبقاع. زل زل، بدك اكبر منك بعد؟ انا بحياتي ما نزلت، صرت بتعبي بالمدرسه. ايام سوداء، ايام سوداء قد ما تقولي يعني. وضع سيء، بنضلنا 4 ساعات واقفين على باب الحمام ليظهر واحد، والحمام مش للحمام للقاضي الحاجة، نوقف نتحمم نحن واقفين، مي سخنة ما في، عم نجرب وعم نسخن من مية المسقعة. هلا أنا فيني أتحمل مية المسقعة، أنا معودة مثلا بحب مية المسقعة، بس غيري لا. شو اللي صرت أعمل هلا عشان عم بسخن وبجرب؟ عم حط الجلنة مي برا بالشمس ليسخن العطاء الشمسية اللي من الحرارة، ومفتو كلتنا بنتحمم هيك. في هذه المدرسة كما في معظم مراكز الإيواء تتقاسم 3 أو 4 عائلات غرفة واحدة، ينتظرون حلول الظهر للحصول على وجبة ساخنة. فرغم توفر الطعام في أغلب المراكز إلا أن المشكلات أعمق من مجرد تأمين الغذاء. نحن هون في 215 شخص، 50 عائلة، للأسف في ناس عم نرفضها توصل على هون لأنه وصلنا للحد الأقصى للاستيعاب، وهيدي شغلة إنسانية صعبة تقولوا له لشخص يقول لك أنا على الطريق ما فيني، قل له ما فيك تفوت. كل ما الوقت عم يزيد كل في مشاكل أكتر، وفي نقص كتير كبير بالأدوية وبالطبابة. في ذوي احتياجات خاصة، في ناس وصلت ما معها بدلة لبستها إلا اللي عليها. يتخوف النازحون من أن تتحول قراهم إلى غزة جديدة، فيزيد ذلك من شعورهم بالبعد عن أرضهم وديارهم. ومع اقتراب فصل الشتاء تزداد المخاوف من مواجهة برد قارس في مراكز غير مجهزة لتحمل الصقيع، ما يجعل العودة إلى الجنوب أملاً يزداد إلحاحاً في قلوبهم. هذه المدرسة هي واحدة من مئات المدارس التي شهدت على قصص ومآسي الهاربين من ويلات الحرب، وفي ظل غياب أي أفق للحلول تسيطر حالة من الاكتئاب والخوف من الغد في قلوب النازحين. من العاصمة بيروت، مي فرحات، قناة الأخبار.